السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنحاول نقدم فكرة لعل الله سبحانه وتعالى إن هو يستجيب دي، فكرة تحلية المية باستخدام خزان المية. يعني لما يكون عندنا خزان مية اللي هو بيتحط فوق السطح، إزاي ممكن نستخدمه في تحلية المية؟ بس في قبل ما نشرح الفكرة ديت، هي فكرة تحلية المية دي بتعتمد على حرارة الشمس فوق السطح وعلى حسب كمية عدد الأفراد اللي موجودة في البيت، فهي ممكن تكفي نفر او نفرين او 3 انفار، وهبشرح لكم ازاي تزود الناس. طبعا ده الخزان عادي زي ما انتم شايفينه اهو قدامكم، وده اسهل حاجه ان هو خزان ميه. كل اللعب هنلعبه في الغطا بس اللي هو اللي فوق دوت، بمجرد ان احنا هنحط فوق منه ماسوره عاديه خالص على قد الغطا بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهوت، والماسوره دي بتبقى مفتوحه من فوق الغطا. وبعد كده بعد ما بيكون في الماسوره ديت، بنجيب بقى عليها ماسورة تانية متغطية من فوق، بنجيب ماسورة تانية بس ديت مقفولة من فوق ومقفولة من تحت زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده. هي دي بس الحركة اللي احنا ممكن ان احنا نعملها في خزان المية لو بيتحط على السطح. اللي هيحصل ان المية هتسخن من هنا وتطلع، المية هتسخن وتتبخر تطلع لفوق، بتبقى مية عادية، والمية دي بتبقى مية مقطرة يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع الشوايب خالص، بتنزل عن طريق جنبين فبتملى الخزان التاني اللي هو الجزء التاني دوت بالمية. كل اللي احنا بنعمله بعد ما بنستقبلها من هنا، بناخدها عن طريق خط لمكان تاني وتنزل لنا المية المقطرة ديت. فالمية دي جت عن طريق ان احنا سيبنا الخزان على السطح عادي وبس، فتحنا الفتحة بتاعته من فوق وحطينا ماسورة. فالماسوره ديت بنخلي المسافه بينها وبين التانية مسافه صغيره خالص عشان الميه اللي اتبخرت ما ترجعش انها تتبخر مره تانية، واول ما بتتبخر بتنزل من الجنبين، فاحنا بناخدها وننزلها الخزان تاني. طبعا كميه الميه دي بتبقى كميه قليله جدا، يعني بتكفي نفرين او 3 انفار بكتيره، لكن كل ما احنا هنكبر الفكره على الخزان او هنكبر نفس الفكره على الخزان، احنا بس عاملينها على قد الغطا، فكل ما احنا هنكبرها نسبة البخر هتكون أكتر وهناخد منها مية أكتر. طيب افرض احنا عدد السكان مثلا في البيت أكتر من واحد أو أكتر من نفر، ممكن إن احنا نجيب خزان تاني جنب منه ونعمل فيه نفس الحركة. وممكن كمان شايفين انتوا حوالين الجناب، ممكن إن احنا نحط في المنطقة دي كده مواسير صغيرة على حوالين الخزان كلها ونعمل فيها نفس الفكرة دي اللي احنا عملناها بس على صغير، فناخد نسبة بخر أكتر، والمية ديت بتكون مية نقية جدا لأنها مقطرة ناتجة عن طريقة التبخير للمية، وبتبقى نقية جدا من كل الشوايب، ودي بتستخدم في الأماكن الصحراوية وبتستخدم في أماكن كتير، وخاصة إن الوطن العربي تقريبا كله الحرارة فيه بتبقى مرتفعة، فكل الأماكن اللي فيها الحرارة مرتفعة كل ما أخدت نسبة مية أكتر، وكل ما عملت فتحات حوالين الخزان أكتر ممكن تاخد نسبة مية برضو أكتر. وفي ناس تانية بتعمل نفس الفكرة دي في جراكن، بتجيب جركن، بتجيب 5 6 7 جراكن وتجيب له إزازة وتقلبها على غطا الجركن من فوق وتحط فيها ماسوره من جوه، ودي هنبقى نشرحها المره الجايه، وتحط 5 6 جراكن على السطح يحصل لهم عمليه التبخير وياخدوها، فبياخدوا مياه مقطره نقيه جدا انقى من المياه اللي هي المعدنيه، مع ان الخزان ممكن تكون المياه بتاعته وحشه لان احنا بناخد الناتج عن طريق التبخير بس، فبتبقى المياه جميله جدا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبلها لوجهه، وتكون الفكره عجبتكم. السلام عليكم.